كاين التمر ديال الجزائر هو اللي عليه الاقبال بزاف، ومن ناحيه داكشي اللي كيقولوا لك اودي في الفيسبوك وداكشي راه ما كاينش، التمر هو اللي كيتباع هنايا بزاف. وعندك التمر ديال مصر داير 25 درهم، كاين السكري اللي هو معروف اللي داير 40 درهم، كاين التمر ديال تونس داير 30 درهم، كاين هذا حتى هو ديال تونس حتى هو 30 درهم، وكاين الليبيا حتى هي دايره 25 درهم، وكاينه الشريحه حتى هي دايره 90 درهم اللي هي غاليه شويه. والله يجعل البركه، باقي السوق باقي دابا كاين اللي قباله على داكشي ديال السليلو، داكشي هو اللي قباله، داكشي التمر ديال الجزائر كيتباع، داكشي اشاعات الناس عليه اللي قبال بزاف. والاثمنه راه من 50 درهم 45 درهم 40 درهم على حسب الكاليتي ديالو. ما كاينش بزاف، الا كاع كان المنتوج المحلي ديال المغرب كيكون فيه المجهول هو اللي كيكون زوين بزاف. اما بالنسبه لدوك التمور اللي كيكونوا رخاص شويه راه ما كيكونوش بزاف. عندك المنتوج المغربي المجهول هو اللي مزيان فيه، النوع اللي كاين هذا ديال العرش هذا هو اللي كاين، وهذا هو اللي يعني اللي عندهم مزيان هو اللي معروف بزاف عندهم. سوق الجمله عندك تقريبا 35 درهم تقريبا 38 درهم. راه معروف التمر ديال الجزائر، اي واحد كيعرف التمر ديال الجزائر زوين، وعندو الكليان ديالو كيديوه بزاف، والناس الكليان ديالو ما كيسولوش كاع على ديك القضيه اللي كيقولوا راه عليه كيدير شي ضرر ولا شي حاجه. داكشي ما كيجيونا تساؤلات وكاين ويني اش غنقول لك، التمر ديال المغرب راه ما قلت لك اللي كاين المجهول هو اللي كاين فيه زوين صافي. التمر ديال المغرب كيكون فوق يدو كيدوز واحد 3 شهور ولا شهرين ديالو في الوقيده ديالو فاش كيكون صافي كيغبر. عندك تونس بزاف، الامارات، الجزائر هما اللي كيكونوا بزاف، ومصريه اصلا حتى هي. الثمن كاين ناس دير 40 درهم، كاين ناس دير 35 درهم، كاين ناس دير 35 درهم، كاين 25 درهم، كاين 23 درهم، كاين 22 درهم، كاين 18 درهم، كاين 20 درهم، كل واحد والثمن ديالو، كاين 15 درهم، هذا الشيء اللي كاين، كاين ديال الامارات، كاين ديال الجزائر 40 درهم، كاين المجهول 70 درهم. كاين 90 درهم، كاين 50 درهم، على حسب المجهول، على انواع، هادشي فيه انواع، وداكشي على حسب الكاليتي ديال التمر، والحمد لله خير موجود. ايوا كاين شي حاجة، كاين المهم داخل، المهم كاين في وسط العرام، فين كاين العرام ديال اسمو راه كاين فيه، هو كلشي جيب، كلشي موجود، الحمد لله. لا حنا كنتقداو غير هنا، نجيبو اللي كتب الله، تنبيعو نجيبو اللي كتب الله، حنا ما نتوقو ما نمشيو لا لبرا ولا حدنا هنا صافي. من الدراري قالها تجي. والله ما مقادش، راه ما مقادش، داكشي قلت لك كان فيه 33، كان 38، كان 36، كل واحد والثمن ديالو، على حسب الانواع ديال التمر، على حسب الانواع ديال التمر، الشيء اللي وقع. اي والحمد لله خير موجود، ما خص خير الحمد لله، الناس غير يديروا شويه ديال الصبر وغادي غاو الثاني الناس غادي ياكلوا ويشربوا وشيط الخير مازال هذا الشيء دروك، سبحان الله هذه مال الخزاين ديال الله راه ما محدوداش، راه الخير الحمد لله في الخزاين ديال الله، الحمد لله غير الناس ولا هذه قليله وهذه خاصها غادي تخص هذه غادي تخص شي حاجه ما يخص باذن الله.